نادر. انا شايف ان الاصلح لمانشستر يونايتد كان بوتشيتينو من قبل حتى ما كان يمسك باريس سان جيرمان. من بعد ما بوتشيتينو ساب توتنهام كان في الوقت ده سولشاير كان برضو بيعاني وكان الفريق بيعاني معاه. بوتشيتينو عارف الدوري الانجليزي وهيقدر يشتغل مع السكواد اللي مع مانشستر يونايتد ده ويطلع منه نتائج كويسه جدا. قد يكون بوتشيتينو ايامه معدوده في باريس سان جيرمان من وجهه نظر يعني الشخصيه. هو يخسر النهارده سكور فالاداره تروح مانشستر يمضوا معاه زي ما هو يخلص العقد. صحيح يخلص. بس في نفس الوقت برضو ممكن يكون هو مش حابب يجازف ان هو يمسك الفريق في في في, في نص الموسم. ليه؟ ده احنا السنه دي توقعنا مع السكواد والتدعيمات سانشو وفاران ورونالدو اعتقد ان يعني توقعنا ان المان يونايتد خلاص بقى يا جماعه رجع بتاع زمان. هو اي مدرب بشكل عام هيحب ان هو يمسك الفريق في بدايه الموسم ويعمل بري سيزون براحته وكل حاجه. قد يكون هو يعني يعني انا وجهه نظري الشخصيه ما اعرفش هو تفكيره هيكون ايه بصراحه، بس انا شايف الانسب هو بوتشيتينو. فاروق خلينا نتكلم.